عليكم، شلونكم جميعا؟ اليوم رح نعمل معاكم طريقة الغريبة. هون عندنا المواد رح نبلش بيها. عندنا كوب سكر، بودرة، 3 كواب طحين، طبعا بنفس الكوب تقيسون. عندنا هون كوب ونص من السمنة، وعندنا معلقة كبيرة فانيلا. رح نبلش نخلطها. هون رح نخلط معاكم المواد. أول شي نحط السمنة. السمنة تكون يعني درجة حرارة المطبخ ما تكون جامدة، تكون دايبة. بعدها نحط السكر. راح نخلطهم مع بعض. هاي هون عندنا السمنة والسكر ذابت معانا. نضل نخلطها الله يصير شكلها كريمي، كريمية هالشكلها. بعدها راح نضيف هون عندنا الفانيلا. نخلطها. راح نخلط بالمعلقة أسهل. راح نبلش نخلط الطحين شوي شوي بالتدريج. حطينا نص الكمية. هاي راح نحط الكمية الثانية ونبلش نخلط. هون راح نعجنها بإيدنا للمرحلة هاي عشان نشوف قوامها. هاي هون كملنا عجن ولازم تكون بالقوام هذا. تكون طرية لا تلزق يعني. وانت نختبرها شوي معاكم. راح نحطها بالبراد نخليها شيء ربع ساعة بالبراد. نفردها نحطها بالبراد نرجع لكم. هاي طلعناها من الفريزة، حطيتها شوي ماسكت. راح نعمل معاكم أشكال.
شغلها يعني حيل سهل. عجينتها مات على الزيت. ونعمل معاكم غير شكل. شكل دائري. نحطها نضغط عليه ضغطة بسيطة. راح اكملها وارجع لكم. خلصنا كل الكمية، حطيناها بالفرن درجة حرارته 150، شعل عليها من فوق ومن جوا، بس تحمر من جوا طفي عليها. هاي احبائي شوفوا شلون طلعت معانا الغريبة، نتقاومها هيك لحالها. ألف صحة وعافية.